الإنتاج الكويتي بدأ يتقدم بثبات في عالم السينما الكويتية، ونشاهد بين فترة وأخرى أفلام كويتية تقتحم عالم السينما وتحقق نجاح ملموس. اليوم راح يكون معنا أحد البارزين في عالم الإنتاج الكويتي ودخل في الإنتاج السينمائي بشكل مميز، كان آخرها فيلم سفرة 5 نجوم الذي يعرض حاليا في دور السينما. باسمكم جميعا أكيد نرحب بالمنتج والمخرج عبد الله السلمان، حياك الله أستاذي. الله يحييك وشكرا لهذا اللقاء، والحقيقة أنا سعيد في لقائي، ودائما أنا وإخواننا قناة الرأي سباقين، وإحنا يمكن كنا يمكن اول قناتين كانت كان الراي، وبعدين انا سويت قناه فلاش، فكان كنا متعاونين مع بعض يعني، ولن احنا طبعا الراي استمرت وفلاش طبعا اغلقت، فشكرا لكم لهذا اللقاء. سعيدين بوجودك، وايضا ارحب بالممثل محمد خورشد، حياك الله معنا. هو يحب خورشد، انا بنادي ابو خورشد. محمد خورشد ما يعرفوني. ابو خورشد، ابو خورشد، هلا ابو خورشد. اي ابو خورشد على طول، حياك الله. ارحب فيك اختي اخدانا، مساكم الله بالخير، وامسي على مشاهدين تلفزيون الراي، اقول لهم مساكم الله بالخير وكرامه، وان شاء الله نتوفق باللقاء هذا ويا رب ان شاء الله. وكمان هم اسلم على الاخوان القائمين سواء خلف الكاميرا او بالكنترول، الجميع يعني. حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ عبد الله، نبتدي في السينما وعالم السينما، دائما ما يكون ارتباطك في اوكرانيا، خاصه في من ناحيه التصوير، ليش اخترت اوكرانيا؟ شنو هو السبب؟ هو طبعا الحقيقه هذا السؤال وايد يوجه لي في كل لقاءات وكذا. شوفي، انا عملت فيلمي الاول اليسا خطفها جميل في اوكرانيا، كذلك انا لي يعني كثير سفرات في هذه الدول يعني من الثمانينات، واعرف طبايعهم واعرف اللهجه الروسيه واللهجه البولنديه او اللغه عفوا. ها، فلما عملنا اليسا الحقيقه وجدنا تعاون من الاخوان في اوكرانيا، وبذات الحكومه الاوكرانيه كذلك تعاون وكذا. فعملنا فيلم الثاني، فيلم أليس الحمد لله حقق نجاح جميل، وعملنا الفيلم الثاني اللي هو تجارة شطارة، بعدها عملنا فيلم مع الخطر، كان نص بالكويت ونص في هذا، الحين عملنا العمل الثالث هذا اللي هو قصدي الرابع أو الخامس، سفرة 5 نجوم. هذا في منه جزء بالكويت، لأن قصته تتطلب أنه لازم يكون في شيء يعني بالكويت وجزء برا، لأن القصة تتكلم عن الهكر وما هكرز وبرامج الهكرز، وأن أب كان متزوج من امرأة أجنبية. نعم. كافي فجاب منها ولد، ما يبيك تحرق يعني الموضوع. وصار الولد هذا هكرز، والأم طلبت مساعدة الأب، فالأب لكن راح الأب، وبعدين تفاجأ بأشياء أخرى طبعا. بمختصر مفيد الحقيقة يعني، أولا يعني كورانيا طبعا مو قصورا في بلدنا الكويت يعني، انه في مناظر طبيعيه وايد جميله هناك. السينما تحب المنظر، تحب الدايمنشن البعد، صح. البعد، تحب الاوكيشن الجميل يعني. بس طبعا خلاص بالنسبه لنا اوكرانيا الحين قفلنا عليها، بعد ما في ما راح اصور فيها، لا خلاص انتهى يعني، حرقناها يعني. وحقيقه يعني اجد تعاون جميل من الحكومه الاوكرانيه طبعا، في تسهيلات للموضوع. اي ولا طبعا كذلك من سفارتنا في اوكرانيا، السفاره الكويتيه، الاخوان هناك بما فيهم السفير الحقيقه بس انا العدواني، والاخوان محمد الحرز الحقيقه هم شايليننا، فلها يعني خلاص احنا قررنا انه بعد يكون هذا اخر فيلم راح يكون في اوكرانيا. خلاص حرقنا الديره، باجي بس سطح بيت الرئيس ما صورنا، بس هذا اللي خليته لحشد اوكرانيا لحاص تصوير، ماكو فتشه ثغره ما دشينا فيه، ما خليته مكان، لا بس كافي، بس كافي. زين ابو خورشد، شلون تقيم دخولك الى عالم السينما؟ والله صعب بإخدانة كسينما الامانه يعني، يفرق وايد عن تقديم برنامج او عن دراما تلفزيون مثلا تصوير. السينما طبعا انا صراحه من المكان هذا احيي ابو خالد حبيبي انه مختارني انا دور بطوله يعني بكذا فيلم معاه، وقول ابو خالد سينما صعب، احنا برنامج وبالغصب بعد، وحتى بالبرنامج يعني من بعد الله فضل، الله فضل ابو خالد امانه يعني صعب، تدري ان الكاميرا اعتقد فايف كاميرا ريد ابيك ابو خالد 5K،
صعبه يعني، غير الوقفه غير الحوار غير، عرفت شلون؟ قطعات بسرعه قطعات يعني، عطني يعني يعطينا ابو خالد مثلا يعطينا مجال ان نحفظ الجمله تيك 1 تيك 2 تيك 3 برا، ما خلاص كنسل يكنسل الجمله خلاص تروح عليك. فكذي صعب، يفرق عن البرنامج، يفرق عن دراما بالتلفزيون تصوير سينما. اكون صريح معاك اختي وايدر، بس الحمد لله احنا مع يعني مع البروفات، وانا نوع ما ان شاء الله نطلع يعني بصوره جيده حق الجمهور. اكيد اكيد. استاذ عبد الله، ايش يعني بما انه صار عندك خبره واسعه في مجال الافلام السينمائيه، وخاصه انك نزلت في كذا فيلم، شلون تقيم وضع السينما الكويتيه والخليجيه حاليا؟ شوفي احنا دائما بعض الشباب يتقابلونهم او يقابلونهم يقول لك احنا قاعد يعني، هذا الكلام اقوله يعني، احنا الان مو في صدد التجارب. لا انا ما اقول تجارب، احنا ما قاعد نجرب، لا احنا قاعد نصنع الان خلاص يعني. انت قاعد تسوي فيلم ميزانيته لا تقل عن 100-150 ألف دينار، هذه صناعه. انت الان قاعد تصنع، اوكي. الصناعه هذه محتاجه الى نوعا ما في البدايه الى دعم يعني، ودائما انا اقول يعني ليش ما يكون تلفزيون الكويت، تلفزيون الدولة أو وزارة الإعلام تنتج أفلام سينمائية وتعرضها بالسينما. تعال يا فلان، هذه بدل ما يعطون منتج منفذ فقط للمسلسلات، ليش ما تعطي منتج منفذ لأفلام؟ صح. وترجع فلوسها يعني، أنت ضامن ترجع فلوسها. المسلسل تحطه بالقناة ممكن ييلك معلن أو ما ييلك. أما لذلك الآن تجارب الشباب اللي قاعد تصير جيدة، أنا قاعد أشوفها حلوة. نعم. عرفت كيف؟ السينما الآن بدأت تشتغل، بدأوا الإخوان يشتغلون. نعم نعاني لان شركه السينما تاخذ منك 50% اكيد من الايراد، وهذا شركه خاصه، انت ما تقدر تقول لهم لا والله ما يصير وكذا، يقول لك يا اخي انا عندي ايجارات، عندي دنيا، عندي كذا. صح. وهذا قانون عالمي الحقيقه. لكن احنا نحتاج مثلا مو بس على على الدوله يعني، جميل جدا شركه زين عملوا الان فيلم. صح. اسمه هامه اوكي. عملوا فيلم حلو، وشركه ساهمت خاصه بعمل فيلم. تجي مثلا شركه معينه تقول يا عبد الله سلمان، يا فلان يا فلان، عندكم فيلم احنا نرعى لكم، احنا كذا. المشكله انه الان الشركات اللي للدعم او الدعم مو فاهمه قضيه السينما، مو فاهمه ان السينما مؤثره. نعم. السينما الفيلم يعرض بالسينما، يعرض في التلفزيون. الان احنا بدينا نصنع سينما حقيقه في الخليج. صح. العربي الان احنا قاعد ننتج اكثر. صح. ناس قاعد ننتج. وبالعالم العربي كذلك، احنا الان بعد مصر. ويمكن الواحد يقول لا شلون؟ اي نعم، عطني الان دوله قاعد تنتج افلام بشكل يعني مستمر. خلص واقفين يعني، كل اخوان الدول العربيه ينتجون فيلم فيلمين الحين. اوكي احنا بعد مصر قاعد ننتج يعني في السنه اللي طافت حوالي 6-7 افلام. صح. انتجت. صح. الان في الطريق جايين حوالي هم 7 أفلام 8 أفلام جايين، والعجله قاعد تدور. فاذا الان اصبحنا في صناعه. الصناعه هذه محتاجه عين من الدوله. انه حتى يكون الاستمراريه. ترى اللي انا اقول نقطه عفوا ما بي، ترى تحط فلوسك بالسينما وانت مو عارف راح تجيك او ما تجيك. صحيح. عكس المسلسل، المسلسل اي منتج موجود في الخليج ما ينتج الا هو ضامن ماخذ منتج منفذ. هذا هو الموضوع. انزين استاذ عبد الله، يعني انت ذكرت موضوع ان السينما يعني احنا لو بني في مجال مقارنه، السينما بوليوود وهوليوود. نعم. هي السينما موجوده واحنا عارفين شنو الانتاجيه الضخمه اللي قاعد تنتجها الافلام. نعم. ايش كثر قاعد تكلفهم وايش كثر هم قاعد يطلعون من ايرادات، فهذا. نعم. شيء معروف امامنا. ايه. ليش احنا لازلنا في الوطن العربي، خلينا نقول مصر هي الرائده في السينما بالشكل الاول. نعم. ليش احنا في الوطن العربي لازال هناك تقصير؟ هل هي ثقافه؟ تقصير من اي ناحيه؟ يعني في الدعم المادي للمجال السينمائي. لا هو شوفي بالنسبه يعني لما تكلمين عن مصر، المنتج عندما ينتج فيلم في مصر هو لا يفكر بدول اخرى، هو يفكر بدول اخرى، لكن يقول لك انا اطلع تكلفتي وربحي من مصر، لانه الشعب المصري ما شاء الله 90 مليون. صح. اذا خلي يقول 10 مليون بس، 20 مليون، الشعب المصري ذويق للسينما، يحب السينما. صح. احنا بالكويت فيلمك ما يجي الا الكويتي، ومنو يجيك؟ مو كل الكويتيين يجونك، الناس اللي عاشقين سينما. نعم. الخليج لا زالوا الى الان ما عندهم الثقه في السينما الكويتيه. صحيح. عندهم الثقه في المسلسلات الكويتيه. صح. لكن في السينما ها فيلم كويتي. عرفت انا في الخليج، انا عرفت غالبيه يعني كل افلامي عرضتها في الخليج.
يعني انا اعرضها فقط الى انه يشوفون الفيلم الكويتي. زين ما تشوف هذا الموضوع هو تقصير من المنتجين نفسهم؟ لان احنا اتوقع السينما وقفت الى فتره زمنيه طويله من بس يا بحر، بعدها تم انتاج بعض الافلام السينمائيه. او احنا ردينا انا وحمد بدر. نعم احنا بعد بس يا بحر رد الاخ الكاتب حمد بدر ذي شباب كول، وانا رديت منتصف الليل وحركنا العجله وبعدين وقفنا. هذه التوقيفات ممكن هي اللي قاعد تسبب في ان الجمهور فقد الثقة في السينما الكويتية. لا هو ما فقد الثقة، لأن كان المنتج يخاف الحين. شوفي وقفت بعد ما أنتجت أنا منتصف الليل. نعم. وقفت السينما. بعدين يا الأخ طارق أنتج فيلمين وقفت السينما. صحيح. جيت أنا أنتجت أليسا خطفها جميل، حركت العجلة. فبدأوا الشباب ينتجون. فبدأوا ينتجون. نعم. هم يعني هي عجلة، لما يربح فلان يربح فلان يربح فلان يربح فلان، طبعا الربح بسيط ها. تمشي العجلة. أنا ليش أقول الدولة لازم تدعم؟ صحيح. ليش كذا؟ يعني أنا بقول شغلة، مجلس الوطني للفنون والأداب قبل كم يوم سووا مهرجان للسينما. نعم. يدعون ناس ما لها علاقة بالسينما. كيف إحنا نبي نحرك السينما؟ أنت لا دعيت فلان ولا دعيت فلان ولا دعيت فلان، من ضمن وانا ما دعيت. وانا كتبت بتويتر على الاخ الامين العام. نعم. انت نادي اللي انتجوا سينما خلهم يسوون، هم يفهمون يعني، قصدي مو يفهمون يعني، يتكلمون في هذا المهرجان اهل الاختصاص. انت مو تنادي لي يعني، مع احترامي الشديد، تنادي لي ممثلين تلفزيون تعرفه ريال؟ ما انت نادي المنتجين اللي هم حرقت ايدينهم في هالمجال. صحيح. اذا وين احنا؟ هذا اللي نقول، وين دعم اذا يسوون مهرجان ما لهم شغل فينا احنا؟ صحيح. احنا مستمرين معاك استاذي، لكن نروح الفاصل قصير ورادين. يلا الله يطول. طبعا شفنا مع بعض مقطع من فيلم خمس نجوم. بخرشد اشوف الهبان شغال اخر ال اي هبان الهبان شغال يخليني ادي شمود وصراحه يعني احنا برد ناس نتفش، فتبي الحركه مع الهبان. الحركه عشان نتفش شويه. اي الهبان هو احسن دفايا هناك. ترى على فكره لما صورنا هاي اللقطه قسما بالله كان درجه الحراره 20 تحت الصفر. برد يعني الواحد ما يقدر يتحرك. يعني قلت له ارقص روح. برد احنا هناك اللي شويه زحمنا بالتصوير. ثلوج. ثلوج هذا القتل. برد استانس فيها هني ماكو ثلوج. عفوا لا الحمد لله احنا شويه مطر غرقنا مره ثلوج ثاني مره ونغرق من ندفن. الحمد لله. انزين كلمنا عن الكوميديا اللي صاحبتك خلال تصوير هذا الفيلم. والله الكوميديا موقف في خدامه. ايه؟ يعني ما كنا مجهز حق الشغله مثلا او موجوده بالنص. نعم. وبالامانه ساعات استاذ عبد الله ابو خالد امي يقول لي قط الفيه هني مثلا او قط الفيه هني او الفيه اللي قطيته مثلا ما كان حلو حاول تغيره. فساعات تصير موقف او الهام كذي له قطه، وساعات بيكون مدروش يعني نوعا ما. ايه؟ امانه اختي والحمد لله يعني ان شاء الله انا اتمنى ان نتوفق. لا انا بقول شغله، شوف محمد مشكلته لا تقول له التزم بالنص. خله انت عطني الروح وروح. اذا قلت له نص ضاع. لا مو يضيع. اخي ما اشوف يعني ما احب اتغيت. لما تعطيني نص واتغيت نص كري احس اني مخنوق. اعطيني لا يا اختي اعطيني مثل ما تقولين هدد لايف كذي هدد يقول لك انطلق. اي هذا بس طبعا ما وخر عن العظمه. اي ما وخر عن العظمه. اي بروح روح روح النص نفسه بس هدد لا تحكرني بزاويه وتعطيني نص مثل ما هو يسوي مع كاميرته. هو ما يحب التصوير الداخلي ترى. الامانه اقول لك هذا يمكن صار التصوير الداخلي هم يخنق ابو خالد، كله يحب لايف برا تصوير برا. احنا انا النص بعد تقريني بنص ما ادري ما احبه ما احب اكون منطلق. اختي منطلق احب القرار. اهم شيء انك استاذ عبد الله معاه يعني واقف فوق راسه طبيعي. هو شويه شوفي محمد ممتاز يعني وكذا، لكن يعني هم ما عنده الخبره الطويله في المجال يعني عرفتي، فلذلك يحتاج الى توجيهات. محمد مشكلته انت السينما كاميرا مثلا حاطها يعني معروف كاميرا واحده تصويرنا. تقول له ترى هذا لان العدسات الحديثه الان انت تضبط الفوكس
والبراك اوت فوكس. فتقول له يا اخي لا تتحرك محمد، تقول له كذي محمد تلاقيه كذي المصور يلطم، يقول له يا عمي ما يصير انا دخ او متكادر ما يصير لا تروح قدام ضاع الفوكس. فمحمد هذه مشكلته انه يتحرك وايد حركي. اي حركي وايد بس حقيقه لا يعني هو فنان كوميدي عنده افشات عنده كذا جميل جدا يعني الناس تحبه وايد الحمد لله يحبونه يعني. نعم استاذ عبد الله دائما ما يكون الانتاج الاوروبي مكلف يعني، وايضا من ناحيه الاجراءات والتراخيص اللي ممكن انت تاخذها ممكن ان هي تاخذ معاك وقت كبير. فانت اختيارك لاوكرانيا هل كان ان هي مثلا غير مكلفة أم إن هي كانت سهلة في التراخيص؟ لا شوف التراخيص طبعا إحنا أول ما عملنا بالنسبة لأوكرانيا تراخيص في بعض الأمور تحتاج إلى أماكن معينة. أما أنك تتصور في شوارع وكذا لا ما تحتاج، لكن هم الحقيقة بعد ما عملنا فيلم أليسا زادت عندهم السياحة لو يفكرون صح يعني، فعملوا لي دعوة السفارة الأوكرانية وقالوا احنا نرحب فيك. والحقيقة يعني احنا لا حتى يعني لاحظنا انه في بدأت السياحة تبدأ عندنا هذا يعني انت عرفت الناس بأوكرانيا. وهذه حقيقة استاذ عبد الله يعني في الآونة الأخيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة زادت السياحة على أوكرانيا أكثر، زاد الطلب ان الناس طبعا لأن أفلام قاعد الناس تشوف قاعد تشوف ان أمان ماكو شيء الناس يعني كذا عرفت. فقال الفيلم الثاني لما عملته تجارة شطارة قالوا لي الفيلم الثالث قالوا لي ليش ما تروح إلى مدينة اسمها الفوف أو نسيت اسم والله راح من بالي. نعم. فصورنا هناك يعني عرفتي. فاللي صار إن الناس قاعد يهتمون بال 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 بالسياحة هذا اللي احنا نقوله. الحين عندنا الإخوان وزارة الإعلام دائما يكلموني والله احنا مهتمين بالسياحة احنا عندنا قسم السياحة. طيب يا حبيبي قسم السياحة تعال قول سوي فيلم يا فلان وبرزلنا صح دراما يعني. انا ما اقول حق الناس ترى والله انا عندي كافيه، لا لا لما اجيب فلان وفلان واحطهم اصورهم بهالكافيه او اصورهم بحديقة الشهيد اصورهم كذا هذه سياحة هذا سياحة. ربعنا ما ابي اتكلم يعني يعني في القلب كثير حكي. احنا لا يعني يظلمنا من يقارننا بالأفلام الأمريكية أو الأوروبية أو حتى المصرية يظلموننا لأن إحنا على قدنا توكم في البداية مثل ما يقولون في البداية ما في يعني أنا على استعداد اللي أكلم شو أمام الناس اللي تسمعني. نعم. على استعداد أصرف 2-3 مليون مو يقول لي عبد الله عندك أقدر أدبره مو مشكلة لكن هل أرجع ما أرجع منهم حتى 200,000 لأن جمهوري محدود جمهوري خليل. شنو الحل من هالناحية؟ ما؟ شنو الحل؟ الحل لازم الدولة تدعم أو شركات تدعم حتى أنا آخر فيلمي أوديه إلى المغرب. نعم. إلى الجزائر. إلى أخوانا في مصر إلى كذا أفرض الفيلم الكويتي فرض. يعني بالبداية أقول حبيبي دور العرض طبعا هي خاصة يا عمي خذ الفيلم هذا وريع عليك خلني أشد نفسي ترى إلى الآن على أمريكا إلى الآن تدعم بعض الأفلام السينمائية الحكومة الأمريكية. نعم. رغم أن الفيلم الأمريكي يوصل عارف يدعمونه. إذا ما تشوف أن ممكن اللهجة الكويتية قد تكون صعبة في أن هي الناس ممكن لا تفهمها؟ لا 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 لا, لا في ظل السوشيال ميديا الآن وكذا العالم عارفة يعني. خلاص والله من المغرب انا واخاك يدايب لا باس عليك لا باس عليك لا باس عليك حبيبي عيطيه يا اخي اترجم له باللغه العربيه احط له والله بس قسم بالله انا عندي ناس معجبين من المغرب يشوفونا. نعم. يكلمونا يقولوا احنا نعرف لهجتكم يعرفون يعرفوك خلاص بس ما يعرفوا يتكلمون بس يشوفون مع ان عاد مخرجتنا مغربيه والله نعم كدايب لا باس عليك بالعكس خلاص وصل كدايب مخرجتها تقول كدايب انا حلو. هاي ابو خالد قبل شوي قال شوي شغله قال بالقلب كثير حكي يقول ابو خالد هاي بعد مو قلب مثبتها بالقلب كثير حكي ابو فرشد كونك انت حصرت نفسك في الاطار الفكاهي والكوميدي الافيهات اللي قاعد تستخدمها ما تشوف ان هي صعبه على الانسان او الممثل الكوميدي انه يكون في تجدد مستمر؟ نعم ما اخي ما انا شوف انا حاولت اغير بس انا ايش قالوا لي؟ قالوا ابو خالد انت ما شاء الله عليك يعني صوت حس صوتك بروحه كاركتر يعني عرفت شلون اختي؟ فاخاف والله اخاف انا ممكن ممكن انا يعني اتمنى يصير لي دور مجرم
مجرم. ما يركب عليه. عرفت شلون؟ ما تدري مجرم هو. مجرم. بس الناس ما أضحك بس، لا هم ممكن نكسه بس الناس متعودة عليه شنو فيه. على الفكاهة. لا متعودين على نبرة صوتي هاي نفسها. يقولون عنها بروحه يعني بغرد له أنت بس. كلمتين تجي نوع من صوت ما شاء الله بيز وهذا عند البيز ما شاء الله. هو اذا بياخذ دور مجرم لازم ما يتحكى ولا كلمه عشان الناس ما تضحك. ممكن نعم تعابير وي وهذا اعتقد انا دور اجرام ممكن يعني يركب عليك سافيا والله استاذ عبد الله عطى الفرصه ممكن اعتقد هو عند الحركه مالتك هاي شلون تسويها محمد؟ اي واحده هاي شلون؟ المشاهد الفيلم لما يجي الخوف اذا انا اقول حق الفنان امسي عليه بخير احمد الحنان والفنان عبد الله بهمن احمد الحنان دوره وايد يخاف فاسميه ايش فيك انت ذبحتنا يا اخي ومن ركب التيك هذه ذبحتنا انا اخاف ازيد منه بس انا قامت يطلع الخوف وين يطلع ما يبين بلوني او شكلي براطبي هذا ما بدال جسمي هذا براطبي هني ما قعدنا يوم كامل اللي بنحاول هنقلده ما قدرت بنحرك فيك مو قاعد لا لا تخلونا يخاف عليه الكهرباء عنده ما شاء الله ان شاء الله واحنا هم نقول حق الجمهور يعني ان شاء الله ان شاء الله يعجبهم الفيلم يا رب ان شاء الله احنا مستمرين معاكم ان شاء الله لكن نروح الفاصل قصير ورادين يلا رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل ومستمرين في حديثنا اللي فكاهي على سينما على مواضيع كثيره قاعد مخلوط رجعان مخلوط مخلوط احلى شيء انت راح شلون ترحب المشاهدين المشاهدين شلون ترحب فيهم يا مشاهدين انا اقولها صدق بالله يا ابو خالد يعني المشاهدين قد ما تعطيهم انا احس النفسي اني مقصر مشاهدينا الكرام اينما كنتم وجدتم اينما نكون هنا تواجد حياكم الله معنا حياكم الله معنا لفيلمنا الموسم او فيلم الموسم سفرة خمس نجوم قاعد يعرض بالسينما وازعل عليك واغضب عليك اذا ما رحت لابن عمي اخذ المره والاهالي بروح استانس الحبيب ترى ملينا شي عشان مليانة شي يا أخي والله روح معلش فرفش أخوي طلق بعد أخوي شوية نفيش يباي ومع البطاط العوي هذا مع كشف واخذ حارج أخوي لسه شريف لا سألي أبو خالد قولي له ليش ما تنتج مسرحيات أنت سألي سؤال حلو قولي له خلني أنا أسأل توي على بالي بقولت يا قبل بريك نسيت كان غششني ما علي ما يخالفك لسه ما يخالفك قولي له يا أستاذ عبد الله سلمان يا أبو خالد لماذا لا تنتج مسرحية أنا أجاوب أنا خلي إذا تسأل هو شيء أستاذ بعدين أنت خلي يطلع من عندها خلاص يعني هو السؤال يعاد بردين الوزة غير عن الوزة يا أبو خالد هي خلي ليش أستاذي ما قاعد تنتج في المسرح شوفي يا أستاذة أنا بالنسبة لي عشقي تلفزيون أنا اشتغلت مسرح صح. بس من زمان طبعا توقفت عن المسرح آخر مسرحية كانت لي اللي هي بابا يعرب فتوقفت أنا عشقي تلفزيون أنا أعشق التلفزيون نعم وبعد ذا وعشقي يعني السينما كذلك فالمسرح مو لعبتي فما يعني صاحب بالين كذاب يعني أروح أنا يعني الآن قاعد أشوف مثلاً ممثل مسرح يشتغل تلفزيون ممثل تلفزيون يشتغل مسرح مخرج تلفزيون يروح يخرج مسرح ما يصير في تخصص هذه حقيقة يعني التخصص يعني أنت الحين مثلاً الناس أنا يقول الله عبد الله سلمان مخرج مصور كاتب إيه أنا أقولها صراحة مو عيب هذا كبار المنتجين في كبار من المخرجين في أمريكا يسوي كذي يكتب وينتج ويصور وكل شيء هذه حرفتك تعرفها نعم. أنا بالله مخرج أي ما أعرف شنو سيستم الكاميرا ممكن يقص صح. علي المصور أي ما أعرف شنو هالإضاءة هذه كم 600 700 كونفلو ولا ديلايت ولا شيء نعم. أي ما أعرف شيء ما يصير في في في, في المعاهد يدرسونك برا أنا أخذ دورة في لندن يدرسونك أول شيء يقول لك هذا شيل الكيبل عشان تعرف ترى هذا الكيبل راح فوق أيه. هذا ياخذ كذا يعلمونك ترايب شوي يرتفع يعلمونك هذا مهم عرفتي نعم. فانا ما احب المسرح لانه مو مجالي نعم. اشتغلت ممثل وقادر اني لكن ما خلاص يعني صاحب بالي كذا لكن استاذ عبد الله يقول لك بعض المنتجين انه
فلوسها حلوة خاصة في المناسبات العيد بالعيد وقصة أطفال يضحكون على الأطفال ها وينه وينه راح راح كاو كاو على اليهال يعني ما تشوف إن في تطور في المسرح الكويتي حاليا؟ في مسرحيات أوكي أنا ما أظلم الجميع لكن مسرحيات الأطفال بشكل عام يمكن أستثني اثنين ثلاثة ضحك على الذقون وهذه حقيقة شنو أنت قاعد الولد الحين وين عنده سوشيال ميديا والدنيا يا تقول له قصة ليلى والذيب وما أدري شنو فلانة وفلان شو الحكي هذا قدم له عطى خشبة تقدم لي على مسرح 20 متر ب 20 متر ب 50 متر خشبة أصل مسرح صالة مسرح حق مسرح وين عطى برا يسوون مسرحيات حق أطفال الدش تشوف فيلم لايف على الهواء هو مسرح بس لايف من كثر التكنولوجيا والدنيا وكذا هني ربعنا يجرون إضاءة أعراس ويبون مدري شنو الكراسي ويحطونهم ومسرحية أطفال ثلاثة أيام العيد باي 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 ويلا تصور مع الياهل الدينارين نعم زين وش رأيك بمسرح الكبار؟ كبار يعني في الآن الأخ طارق العلي يقدم مسرح كبار يعني الأخ حسن البلام قاعد يقدمون لا شك إنهم قاعد يقدمون عمل جيد يعني أنا حقيقة ما أشوف مسرحياتهم طارق ما رحت مسرحياته لكن الرجل مستمر يعني هو نعم. رجل لو ما هو مستمر قاعد يعرض بالخليج يعرض كذا حسن البلام نفس الشيء قاعد يعرض ومستمر الباجي ما أشوفهم توفقوا يعني يعني ما قاعد يقدمون مسرح باستمرارية يعني قبل كان المسرح يومي تعرض صح الحين حدك مناسبات ثلاث أربعة أيام صحيح بس أنا ما أقول إن الموقف المسرح لازم يوقف لا المسرح لازم يستمر هذا رافد من روافد الثقافة يعني. أكيد أي نعم أكيد إنزين أستاذ عبد الله إذا بني نتكلم أكثر على موضوع أجور الممثلين هل يختلف من السينما إلى المسلسلات والتلفزيون؟ هذا وايد سؤال مهم وحلو وجميل منك أشكرك عليه المشكلة أنا أنادي فنانين في بعض الأفلام نعم. هو يفتكر أن السينما نفس التلفزيون نفس السعر أو أغلى تقول له يا حبيبي أنا ما أقدر أعطيك السعر لأن أنا أصلا ما أطلع إلا كذي فما أقدر أعطيك هو ما يفهم كذي هو ما يفهم في بعضهم يقول لك أنا والله آخر بالحلقة كذي أقول طيب ما أنت أنا ساعة ونص يعتبرها حلقة تلفزيون بس أنا أعطيك الدبل عارفة ففي بعضهم مو فاهم الموضوع لا شيء جديد عليهم شيء ثاني ان 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 بعضهم يقول لك لا والله انا اوكي ممكن اشتغل معك ليش انا الحين دائما اشتغل مع جروبي لان فهموني خلاص هم عرفوا وعارفين لك وضاقوا حلاوة الشغل في السينما صح ليش لا حلاوة فالاسعار يعني ما ادري تتنادي احد مو فاهم الموضوع يعني يعني واحد يقول لك ابي 100,000 واحد يقول لك ابي 50,000 توم كروز ولكن اذا بقيسك انا على الجمهور تطلع انت اغلى من الفنان العالمي ترى على فكره اسعار ربعنا ترى والله تقيسينها على نسبه وتناسب تلاقينا هو ياخذ اكثر لما انا اجيب فلان توم كروز هل العالم كله تشوفه يشوفه نص مليار انت لما تاخذ تقسمين هالنصف مليار تلاقي الفنان الكويتي اغلى منه إنزين الأسعار هذه على أي أساس تنبني وعلى أي أساس هذه بناها منتجين للأسف يتحاربون مع بعض منتجين ما نبي نذكر أسماء تعالي يا فلانة أنا أعطيك كذا اشتغلت معاه ناداها الثاني قال تعالي تشتغلين مع فلان لا أعطيك أكثر كذي فبدأوا في النهاية طاحت على رؤوسهم هاي السالفة صح إن أنت ليش ترفع ليش يعني المنتج الفلاني سول المنتج الفلاني أنا تعالي ما يصير بعدين اكتشفوا انهم سووا هذا سووا غلط قاموا الفنان قام يقول للمنتج اللي جابه قبل كان يعطيه دينارين على سبيل المثال ايه؟ قال الحين ابي 10 قال يا حبيبي ما اقدر اعطيك 10 قال له انا اللي سويتك ما فصار الموضوع هذا كذي ما في الشيء الثاني ان للاسف واقولها ان اخواننا نقابه الفنانين والماسكها الاخوان طارق العلي وكذا ما قاعد يحركون نفسهم ويسوون يعني امور معينه انت يعني الان طبعا نقابه الفنانين لا تتدخل في اجور الفنانين نعم. ولكن في امور قاعده تصير ما قاعد ان 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 نقابه الفنانين لها يد فيها نقابه الفنانين رقابه امنيه على الفنان نعم رقابه امنيه فهي حمايه للفنان نفسه حمايه له وحمايه للمنتج كذلك هل هي قاعد تقوم بالواجب المطلوب منها لا انا اتكلم معهم صريح انا اخواني هم ربعي عرفت
ولا يعني ما ما ماكو ما عندهم اي نشاط، ما يشوف نشاطهم، وين نشاطهم؟ نشاطهم المفروض ما حد يشتغل في نقابه مصر، ما حد يشتغل اذا ما كان انا اشتغلت مسلسل في مصر ما خلوني اشتغل حتى اسجل في نقابه المهن السينمائيه. صحيح. وسجلوني مخرج ودفعت فلوس. اما تجي اي ممثل ما يقدر يشتغل اذا ما كان مسجل عضو في النقابه. نعم. ما يخلون احد يشتغل، ممنوع. انت شنو تشتغل؟ يا ويلك انت كممثل سويت مشكله مع المنتج، المنتج راح للقناه للنقابه والنقابه تحقق، اذا لقت الفنان هذا مخطئ بحق المنتج يخصم عليه او يحول الى جهات الرسالة. هل نقابه الفنانين حاليا الموجوده هي نقابه شكليه فقط؟ هو مو شكليه، احنا قبل كنا نتمنى يعطونا الترخيص واعطونا الترخيص. وكنا نتمنى قبل الثمانينات وكنا نقول يا رب يعطونا على ايام المرحوم فؤاد الشطي الله يرحمه وصقر رشود، وبعدين حصلنا على النقابه. لكن ما اعرف انا شنو السبب بين ربعنا يتخانقون، يطلع طارق الله يهداه يتخانق مع حياه تتخانق مع طارق، ما ادري ايش كذا. يعني احنا نبي نقول لهم تعالوا يجمعوا الفنانين كلهم، جمعوهم كلهم ناديهم تعالوا يا جماعه يبوا احنا مستعدين، انا مستعد والله على حسابي اوديهم اقعدهم في صاله فندق وعلى حسابي بوفيه وكل شيء للنقابه، بس خلونا نتجمع ونقعد ونتناقش نصل الى صيغه معينه. صحيح صحيح. حتى يعني يصير عندنا نقابه. نعم. هذا عفوا سالم، انا على الهواش انا بعاقب على مثل ما قال سالم، الهواش صاير عندنا لازمه، بالرياضه هواش، بالفن هواش، بالسياسه هواش، مقابلات تبين ضيوف هواش، ما ادري صاير عندنا لازمه. ما ادري خالف تعرف القص من هذا. نعم. ما ادري انا يعني وين احلى رياضه عندنا، لعبه سله بين الجيمين او بعد الجيمين هو كره قدم نفس الشيء هواش طقم طاقه. انت تقلب رياضه ولا شنو؟ لا اقول يعني صايره صايره. اي والله قلبك مجروح. شوف انا بخليك تسولف، بخليك تسولف زياده، لكن خلونا نروح الفاصل ونرجع تالي. شيء بس ننشف ريشنا، قصدي ننشف ريشنا. تزوجنا أستاذ عبد الله، هذا جزء من فيلم أليسا خطفها جميل. نعم. كلمنا عن هذا الفيلم أكثر. هذا الحقيقة الفيلم أنا وايد أعتز فيه، يعني هو ما كان أكشن طبعا، أنا دائما يعني اهتمامي في الأكشن من أيام الخطر معهم وكذا. هذا الفيلم الحقيقة كتبته أنا، يعني أنا قلت لك عندي خبرة في هذه الدول. نعم. فكتبت أنه يعني أنه أردت أن أبين للناس اللي برا الأجانب أنه مو كل المسلمين سيئين، وما يعني وحبيت أنه أجمع بين الغرب والشرق بشخصية جميل اللي هو كان محمد، وشخصية أليسا اللي هي البنت الأوكرانية، بأنه تعرف عليها عن طريق شخص، وفي النهاية هذه البنت خطفت وكذا وانقذوها، هم انقذها يعني جميل وربعه وخورشيد وربعه. فالبنت هذه غيرت فكرتها عن الاسلام. نعم. قالت انا كنت اعتقد ان الاسلام ارهاب وكذا، وانتم انقذتوني من قريب لي. لو كان اللي ماخذ دوره محمد الكاظمي. نعم. فانتم انقذتوني وتحجبت. فكان الفيلم حقيقه انا ما كنت اتوقع، والله انا وانا كنت اكتبه ما كنت اتوقع ان هذا النجاح ويعمل جو عند الناس. قعد اكثر فيلم كويتي الى الان ما حد قعد شهرين يعرف، شهرين والناس تروح له، فعمل جو حلو. فيعني من الافلام اللي انا اعتز فيها الحقيقه. جميل. عمليه اختيار الرساله اللي يتم ارسالها من خلال الافلام السينمائيه، ايش كثر تعتمد عليه؟ هل هي تعتمد على المواقف او الامور اللي قاعد تحصل في المنطقه، ولا على امور حياتيه اجتماعيه؟ جميل جدا. شوفي، اولا شغله لازم نفهم انه السينما هي شو، انا اقدم شو للناس. انا كاقدم مسلسل اروح بيتكم عادي تفتلين تلاقيني، لكن انا كيف اطلعك انت من بيتكم وتروحين وسيارتك وتدفعين لي 3.5؟ فاذا لازم انا في شو، في شغله. السينما لا تخلو، ما استطيع اني اقدم، انا واحد من الناس وما ادري، ما استطيع اني اقدم دراما 100%. صحيح. لازم ابهرها يا باكشن او بكوميديا. بكوميديا. نعم. هذا يعني هذه اللي ما يعني اني اقدم حزن وما اعرفش ايش وكذا، المشاهد صعبه، يعني طالع من بيتهم يبي يستانس، يبي يشوف اكشن. صح. يبي يشوف كوميديا فين قاط شغله حلو قصه جميله، يبي يشوف دايمنشن. مو اروح اصور كل الفيلم اصوره ببيت
ولا كلها مكاتب. ما هذا ما يسمونه فيلم، هذا يسمونه اوكي التلفزيون يتحمل. ليش؟ لاني انا ابي انت 30 حلقه فلازم اطول فيه واحد دعايه حق الاثاث في البيت. اقول لك هذا هو صحيح. ابو خرشد انت كممثل كوميدي، من الممثلين الكوميديين الاخرين اللي تحب انك تكون معاهم وتمثل وياهم؟ والله انا اعتز بصراحه واخوي حبيبي احمد فنان احمد العنان وفواز حبيبي نفهم بعض نفرش حق بعض عرفت شو وباجي والكل والله الامانه حتى امسي عليه بالخير بن هندي جاسم بن هندي كان معي في تلفزيون الراي قبل ابو محمد هم حبيب من النوع اللي هم يفرش وهذا هو القضيه فرش اختي عرفت واحد يفرش حق الثاني شلون عرفت لازم يعني ما ينقال لا لازم في فرش والفرش شلون ترى بالنظره اختي صح اطالع ترى ها من نظراتي من بوره عيني تبينها بقلت لك شيء باصي عرفت فرش لازم يصير في فرش على اساس يصير في كوميديا لا يصير في فرش بين الثاني مثل تو ابو خالد هي مو فرش ابو خالد بس انا حاطها ببالي قال عندي كلام كثير بقلبي انا هني برمجته براسي يوم اقول لك قبل شوي دفتر قصدي ايباد مو قصدي هذا يسمونه اختي هذا الفرش هذا من اللي ترى اذا نظلك منه اللي لا لا احنا مو حاره اللي فهمها لا لا الله يسأل انا خوف الحين هذا اللي فهمه اختي الفنانين بين بعض صح لابد ولا قصور بالباجي يعني صراحه وشرف اني اتعامل مع الكل امانه بس اختي احنا يعني ما نبي يكون في تحفظ في يعني هذا المجال اختي يعني اكون صريح يعني مجال غيره مجال واحد يخش عن الثاني واحد ما له داعي انا ابي اسمي الاول ابي اسمي الثاني ابي صورتي بالاول ابي صورتي بالنهايه هو عمل مشترك جماعي العمل كله ننجح فيه كله ساعات الممثل او حتى الكومبس يقط له مثلا او لا دور بسيط مثلا اختي فيلم مدته ساعه ونص دوره خمس دقائق اربع دقائق يترك له بصمه طيبه نعم. احنا المشكله هاي فينا اختي مشكله الغيره فينا للاسف انه تبين من عيون الواحد هو شوفي بقول ما كل موجود بعدين احنا سيدنا يوسف عليه افضل الصلاه والسلام واخوانه غاروا منه قطوا في غياب الجو تبين احنا ابو خرشد شنو بالنسبه حق سيدنا يوسف او غير ابو خرشد بالنسبه ولا شيء هذا العرف فيه موجود هذا العرف موجود بالمجال الفني اللي انا مارسته اشوف هني اشوفه كذي نعم. اطالع الغيره كذي نعم. اشوفه والله هني اطالع انا نعم. صجم ايش احنا شو نسوي نطوف ما عليه نقط اللي عندنا وتوفيق بيد الله والله ابو خرشد واستاذ عبد الله سوالف معاكم ما تنمل ويعني ودي لو احنا قاعدين حلقه كامله من البدايه للنهايه كل خلاص نهايه ان شاء الله والله طار الوقت طار الوقت انا بعد ما حسيت بعدين انا اوجهني حق الاخوان قاعد يشوفون انا ليش جايبيني ابو خالد ما شاء الله وطيت كل الحكي لك يا اخي كنا منتج عمي زيدان ليش جايبيني انا كني انت شمعه الجلاد انت مثل شمعه الجلاد ما يلي شايفني ما خلى شيء ما سولف ما سولف عليه انت الخير والبركة يا عزيز وهذا شكرك الخير والبركة اي طبعا التعويذة انا احب محمد يمثل معي حقيقة صراحة يعني اي نعم يعني قبل انهي صراحة هو ممثل جيد وعلى فكرة بقول شغلة ترى الكوميديا صعبة نعم يعني مو سهله صعب واحد يبكي ضحك خلاص يعني انا من السهل انه يبكيك ابو خالد اي والكوميديا صعبه جدا يعني من الصعوبه انك يعني انا لما اكتب فيلمي اكتب اعرف فلان راح يجيب فلان وفلان عارف هذيل اكتب لهم انا عارف شنو قدره فلان وشنو قدره فلان يفصل العمل حق الشخصيات نعم وهذا هو العمل اللي نتاجه فيلم سفرة خمس نجوم سفرة خمس نجوم ان شاء الله احنا وده انا ضروري تروحين انت واخوانا بالكنترول ان شاء الله الجميع محمولين مكفولين على حساب على حساب يوم الاثنين تعالوا حياكم الله مو يوم السبت ولا يوم الاثنين تعالوا عشان يرى انا يوم الاثنين مو هني لا مو هني يوم الاثنين مو هني انا تيك اوف قبل لا نختم قبل لا نختم مبارك حق الله مبارك حق الفريق اول ف الدوسيري محمود الدوسيري ابو فهد مبارك له على حصوله في وكيل اول وزاره الداخليه نقول لك يا ابو فهد تستاهل ومنها الاعلى يا رب وانت سيف مجرب للامانه انا اشتغلت مع الرجل هذا وفعلا الرجل المناسب في المكان المناسب ويستاهل ابو فهد وان شاء الله درجه وزير يا رب بعد نعم سال يا ابو فهد من المكان هذا ولنا ترى لنا زياره لك اول شيء مبارك لك اثنين ابو فهد مسلسل الخطر معهم كثير يقولون حق ابو خالد اي والله عيده 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 ان شاء الله نبي يعني توافيق منهم يعني عساك ما يوافقون على العمل ابو خالد
وتخيل ابو خورشه قاعد يكون في دوريات سعوديه بدريه يقول نبي منهم التوافيق الموافقه لا توافق يعطيكم العافيه ومشكورين عزيزه وغاليه اليوم. شكرا لك استاذ عبد الله السلمان. عزيزه وسامحونا يمكن ثقلنا عليكم. لا والله ما ولا اني انا ترى ما تكلمت الا حرفين وللحين التربو ما اشتغل ولكن ما عليه التربو بنشغله الحلقه اليوم. تسلم لك. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا من ضيوفنا اللي كانوا متواجدين معنا. نلاقيكم على خير ان شاء الله في حلقه اخرى. مع السلامه.